ما قاله ريدة عباس خطير وخطير جدا. الطامة الكبرى لما نسمع أن وزير شباب ورياضة ما عطاش لاكور ما عطاش لافال الموافقة تاعو لترشح الجزائر، معناها أنه هذا وزير ضد الجزائر. كيف لي وزير يخدم في في حكومة جزائرية ضد ترشح الجزائر لهيئة دولية؟ انت لما تشوف دقيقة المكلف بالإعلام عندما اتصلنا به وقلنا له اسكو مكلف ولا مكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم عندما عندما اتصلنا به قلنا له اسكو الى الوزير الشباب والرياضه، لانه احنا رانا دول القانون عطينا له هذا القانون، قلنا له قانون الرياضه 13/5 المؤرخ في 23 جويلية 2013 الماده 211 والماده 91 واش تقول؟ قلنا اداها من فوق اودولا هنا يستلزم رد واضح من وزير الشباب والرياضه يعطينا رايه الى راهو ضد ترشح هذا الشيء للانتخابات. معليش نزيد نقول لك حاجه بدليل عطاني ورقه. لا مانيش عطاني ورقه انا اسكو الاتحاد الجزائري من الوزير. انت ماشي رد من الوزير. نزيد نقول لك على لانه قدامك عضو المكتب الاداري استنكار رسمي او عندك استنكار رسمي من وزاره الخارجيه كمال او عندك قضيه او اسمح لي رضا خليني نهضر رضا ما قاطعتكش ما اسمح لي كمال هادي وما نزيدلكش. انت او قدامك عضو في المكتب الفيدرالي اسكو الاتحاد عنده ورقه من عند الوزير باللي يترشح فلان ولا ما يترشح؟ يا سيري دار نعم الموافقه موجوده بالورقه. ما نقولكش موافقه موجوده كيف هضر معايا سي عمار؟ علاش تهضر لي يا صاحبي عمار؟ يا اخي احنا بيناتنا الصراحه خليني نقول لك كيف نحاسبك فيه؟ كيف لي وزير في حكومه جزائريه مواقفها ثابته واستنكار رسمي في حادث في كأس إفريقيا للصالات اللي أقيمت بالعيون، الجزائر استنكرت ورفضت المشاركة هي وجنوب إفريقيا. موقفنا واضح. واضح. موقفنا واضح. واش دخل هذه في هذه؟ أنا نحكي لك كيفاش نحكي لك. كيفاش وش كيفاش؟ في منافسة. أسكو الاتحاد الجزائري لكرة القدم مد وثيقة للوزير باش الوزير يفوندي. مد له. طبعاً. أنت راك تقول لي الوزير ماهوش قابل. كيفاش أنا عندي معلومة؟ يا سي عمار كاين ذكري نعطيك حاجه كاين ذكري شوف نعطيك حاجه الوزاره ما تلقت حتى ورقه. معليش معليش رضا نزيد لك حاجه. هل تعلم ان اليوم هذه القضيه تاع ترشح الفيفا خلاص الدوله الجزائريه سي بلو اون افير سبورتيف اليوم راهي تعتبرها قضيه سياسيه محضه؟ نفرح لانه محضه. قول لك علاه نفرح. مازال ما تشفى مليح انت في 2015 لما المغرب تنازلت على كاس افريقيا ما حبش تقيمها عندك بين جبل الايبولا ورحنا ودا لاكاف كانت سوليسيتات الجزائر باش تدير كاس افريقيا. الجزائر دوله قالت لك ما نديروش نديرو في 2017 طريبية. في 2017 انتقمت من المغرب وكانت وزير شباب ورياضه تذكر تهمي كان سافر حتى لتما واعلنوا خساره الجزائر اللي كانت ضربه قويه للجزائر هذيك خساره روراوا ضربه قويه منسات خساره عمر بهلول منسات ضربه قويه تحيت لانه اليوم تعلموا الدروس. لما انت تشوف كما تحكي وزير شباب ورياضه ضد ترشح الجزائر وموقف رسمي من الحكومه لا تقولني ما لم اقل انا لم اقل راهو ماهوش ما وافقش وزير الشباب والرياضه انا لم اقل شوف قلت لي لم يوافق قال حكيم انا ما قلتلكش لم يوافق لم يمنحه الموافقه راني نقول لك يا سي كمال انا لم اقل باللي وزير الشباب والرياضه ضد ترشح لم يمنح الموافقه انا لم اقل ما عندوش اسكت ورقه او قدامك عمر بهلول يقول لك ما عنديش ورقه تاع الوزاره. ساتي اليكما قل لي من فضلك رضا يعني انت قلت لي انه الوزاره لم تمنح الموافقه صح؟ ما كاش طالب ولا ما كاش الموافقه؟ اعطيني ورقه هاو يقول لك عندي ورقه من في دراسه يجبدك الموافقه. شوف انا نعطيك يجبد لي ورقه انا نعطيك واش حدث بين الوزاره والفيدراليه وبين اللجنه الاولمبيه والفيدراليه من العام نزيد نقولها لوزاره الشباب والرياضه طلب من الاتحاديه ان تبعث له طلب تاع الترشيح وطلب وبعث نهضر لك قبل ما يترشح وبعث مباشره في نفس اليوم على ربما في المساء الى وزاره الشبيبه والرياضه والى حتى رئيس الاولمبيه اللي رجع ومضى ولذلك ناكد لك لان ما نجيبش لا 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 انا ناكد لك هذا اللي صرى والطلب كلش عند وزاره الشبيبه والرياضه ولذلك انا ما حبش خلاص ما لو عند انا نقول لك كونترودي ما نهضر لك انا ما تي كونترودي انا سقسي في نقول لك عندك ورقه اتحاديه انا قلت لك ما كاش ورقه اتحاديه انا نقول الحق
ابك العيب وراهو تبع وراهو تبع رضا راهم خطأوا لا خطأوا خطأوا كان خطأ إداري غلطوا فيه كان خطأ الاتحادية تأخرت في إرسال طلب ولازم نقولوها بعتوه في آخر 24 ساعة وبعدين أقول لك رئيس الجمهورية بيعاود ولا باش أمضاه وحتى الوزير أغضب لأنه بعته له في آخر 24 ساعة تعرف الورقة بعتوها والموافقة كاينة ماشي تقول لي كاينة الورقة أو قدامك قلت لك ما كاينش الورقة راني قلت لك قدامك إيميل يا خويا قدامك شوف قدامك إيميل ورقة لا نعم رضا نخرج من الموضوع نخرج من الموضوع اسمع هذا ماشي موضوع هذه النقطة هذه ماشي موضوعنا علاش جبت هذه الورقة علاش راني نهضر على الورقة باش نقول لك باللي كي تقول لي انت قوة زطشي لازم يستمدها اليوم من الآلة الدبلوماسية يستمدها من كاع الشعب الجزائري لانه مرشح الجزائر ورقه ما جابهاش والناس نحاسبوا نحاسبوا لي ماروكان قال لهم علاش رحتوا جنافيك ودرتوا لنا هكذا جميل هذا